الحمد لله احسن وحشين، بس ان شاء الله انا هنا في مصر، هنا في مصر ان شاء الله اللقاء العوده ان شاء الله انا هنفرح جمهور الاهلي باذن الله. هو طبعا ده ما كانش لعبنا طبعا، وكان الملعب كان وحش وكان وجوه صعبه وكده، بس احنا ان شاء الله انا وكابتن قال لنا في شوط تاني، وان شاء الله مركزين في الشوط تاني باذن الله. النتيجه لم تحسن بعد المباراه التانيه، هتبقى اكثر صعوبه. فرقه البنزرت فرقه عندها امكانيات وعندها قدرات كويسه وعندها عناصر شابه. 0-0 في الكرة نتيجة صعبة مش سهلة، الحمد لله على النتيجة، لكن في نفس الوقت الأمر لم يحسم يعني لحد دلوقتي. وادي دجلة أو مباراة سموحة، المباراتين دول مركزين فيهم كويس جدا عشان مشوار الدوري، وبالتالي عشان تستعد بيهم برضو لمباراة العودة مع البنزرتي. لكن في النهاية بقول لسه ما اتحسمش الصعود، ولسه مباراة العودة مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة، لابد ان احنا نركز لها كويس. لما كنا بنلعب بعناصر او بندفع ببعض اللاعبين جنب عاشور او في حتة الوسط الدفاعي، ده كان استثناء نتيجة ان انت مش عندك نقص، وتريزيجيه كان في المنتخب، فبتضطر تحط لعيبه مش في مكانها، زي عبد الله السعيد مثلا لعبت بيه مباراه تذكر الاولانيه، زي رامي ربيعه مثلا في مباراه تذكر كده، يعني بتحاول تحل من جوه. لكن العادي ان شهاب وعاشور موجودين، عندك حسام غالي مصاب، تريزيجيه موجود معانا طبعا بعد عوده من المنتخب، وبالتالي يعني ده بالنسبه لسعد ووائل او سعد معوض وجديد. الحمد لله على كل شيء طبعا، النتيجه تعتبر شوط واحد زي ما الكابتن قال طبعا، وان شاء الله هنا في القاهره باذن الله نحقق المطلوب مننا ونصعد باذن الله. بص النقطه الاولانيه طبعا، انت عارف الجو كان مشحون قبل ما نسافر، لكن انا شايف الاوضاع كانت هناك كانت كويسه في الفندق وفي التمرين، يمكن في شد بس بين الجمهورين، لكن الماتش الحمد لله مشي بشكل كويس، وما كان لكن الاجواء اللي بره انا ما اعرفش كان في مشاكل، لكن جوه الماتش الحمد لله كان الروح كانت كويسه بين الجمهورين وبين اللعيبه. يمكن دول نقطه. النقطه الثانيه التغييرات اللي حصلت، دور الجهاز الفني طبعا هو كان شايف ان المجموعه دي اللي ممكن تلعب ماتش او اللي هي يستفاد بيها في المباراه، فدي وجهه نظر لازم نحترمها طبعا جميع اللعيبه اللي لعبت يعني. بس الحمد لله يعني على النتيجه وراضيين بالنتيجه. زي مباراه العوده هتبقى اصعب، لان فرقه البنزرتي هي فرقه كويسه ومحتاجين ملعب برضو كويس، ان الملعب برضو يعني اسرع فرقتين. انا شايف هنا في القاهره الملعب هيساعدهم برضو، هم هيبقى ناس عايزين لو جابوا في الجون طبعا الجو هيتكرر، لكن ان شاء الله احنا مش هنديهم فرصه ونحقق المباراه، يعني نحقق المطلوب منا في المباراه باذن الله ونكسب باذن الله.